مساء الخير لكل الأصدقاء المشاهدين اللي انضموا أيضا لمتابعة الجزء الثاني من حديثنا ولقائنا مع الضيف النجم محمود حميدة. مساء الخير وبرجع برحب فيك من جديد. والبداية من حيث توقفنا ونستكمل اللقاء حول هذه الطاولة ومنبتدي به. لو هن عبارة عن أسئلة افتراضية عليك أنت تجاوب بنشغل مخيلتنا أكثر. مستعد؟ لو كنت حيوان أي حيوان بتختار؟ حمار. ليه حمار؟ ليه دخلك الناس كلها بتضحك على كلمة حمار؟ مش عارف، مع أنه حرام بحسه كتير صبور وبيتحمل. أنت كمان بتعطفي عليه؟ أه بعطف عليه أكيد. متشكرة. يعني قدر أفهم موقفك. قدر أفهم تبنيك للحمار. طيب